شاركنا من التعليق النجم حسيب الشيحي. حسيب صبحك الله بالخير. يا هلا وغلا يا سعيد، اسعد الله صباحك وصباح الورد والسرور والهنا والسعاده لك ولكل الاخوه المحللين المتواجدين معك في الاستوديو التحليلي، كما نصبح على الاخوه ملاك الحمر المتواجدين في قاعه الملاك، ونصبح ايضا على المشاهدين الكرام. حسيب احنا مشتاقين نشوف عرض المنقيات على صوتك الجميل اللي عودتنا، وعلى المخزون من المعلومات اللي مجهزها يا حسيب. إن شاء الله تعالى راح نكون متواجدين معكم من خلال التغطية التلفزيونية، ومن خلال هالنقل التلفزيوني من عبر القنوات الفضائية الناقلة لهذا المهرجان. شكرا للأخوة الزملاء في الاستوديو التحليلي، شكرا للزميل المبدع سعيد السبيعي وكافة الأخوة الزملاء المحللين المتواجدين في الاستوديو التحليلي. وعلى بسم الله وبما شاء الله وعلى بركة الله، ومنه نستلهم العون والتوفيق والسداد. نبدأ معكم أعزائي المشاهدين حضورنا الكرام جولة من جولات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل مع فئة الحمر، فئة الحمر اللي يتنافس ملاكه لتحقيق اللقب وتحقيق الجائزة المخصصة لهذه الفئة، جائزة كأس النادي اللي الكثير من الملاك أعد العدة وجهز التجهيز اللازم للحصول على جائزة هذا الشوط، واللي نتمنى التوفيق لكافة الملاك المتواجدين معنا اللي يحدوهم الأمل والرجاء، كل يريد أن يحقق الفوز، ودعواتنا بالتوفيق للجميع. كما نصبح بالخير على أعضاء لجنة التحكيم المتواجدين اللي نقول أسعد الله صباحكم والله يعطيكم العافية على هالجهود اللي تبذلونها، هالجهود المشكورة. تشاهدون أعزائي المشاهدين دخول المنقية في ونحن ننتظر تتوسط من عرض تتوسط الميدان تمهيدا للعرض أمام لجنة التحكيم ولجنة التحكيم المتواجدين اللي هم في الميدان الآن رغم برودة الأجواء وسرعة الرياح، لأن هذا ما يعيقهم عن عملهم وما يعيقهم عن العهد اللي قطعوه على أنفسهم، ونتمنى لهم التوفيق الجميع. جهود كبيرة يبذلها المنظمين في مهرجان الملك عبد العزيز، جهود مشكورة الحقيقة. كل تحركات في هذا المهرجان هي تحركات مدروسة، تحركات محسوب لها ألف حساب قبل كل شيء. وما شاء الله تبارك الرحمن ما قبل الدخول الاستعداد، الحمر جت، الحمر جت يا هل الحمر، الحمر جت يا هل الحمر، تنتظر التحكيم ومتجهة للتحكيم بكل ثقة. نتمنى التوفيق لكل المشاركين معنا دخول منقية مقعد ابن محمد ابن فهد الدوسري. شواشات وشواشات لها من اسمها نصيب، شايشة من بداية الصباح الآن بدأت تتجه إلى لجنة التحكيم مع كامل الدعوات بالتوفيق لهذه المنقية ولكافة المنقيات المشاركة معنا في مهرجان الملك عبد العزيز اللي يتنافسون للحصول على جائزة كأس النادي، هذا الكأس الغالي، هذا الكأس المهم اللي ينتظره ملاك الحمر منذ العام الذي مضى. ما شاء الله تبارك الرحمن، لا إله إلا الله، دخول أول الغيث قطرة، أول الغيث قطرة، نشوف هالجمال لشواشات مقعد بن محمد بن فهد الدوسري. شواشات اللي وصلت وتوسطت من الميدان في العرض الأول أو في العرض النهائي، لكن هذا أول مرور لها هذا اليوم أمام لجنة التحكيم في العرض النهائي. منقية مقعد بن محمد بن فهد الدوسري، شواشات اللي أكثرها دق وأكبرها رباع وأصغرها مفرودة، رمانيات وسلالة الشامخ الرماني، سلالة الشامخ الرماني، الرمانية السلالة المحببة، أحد السلالات المعروفة وأحد بنوك الإنتاج اللي كثير من الملاك يحرص على اقتناء هذه السلالة وتدعيم منقيته من خلال هالسلالة الموجودة. في النسخة الأولى طبعا في رصيد المشارك الإنجازات، في النسخة الأولى حصل على المركز الثالث في فئة التلات 30، في النسخة الثانية حافظ على مركزه الثالث وغاب له عامين.
غاب له عامين. المشارك مقعد بمحمد بن فهد الدوسري اللي نصب عليه بالخير واللي نقول حي الله الغايب الحاضر. غبت عامين وهالسنة جاي نتمنى لك التوفيق يا مقعد بمحمد بن فهد الدوسري اللي نقول عندك إنجازات ومحقق إنجازات، ومشاركتك مع الملاك مع ملاك الحمر لا شك إن هي مشاركة ستثري في هذا المهرجان، ولا شك إن المنافسة غالية والحصول على الجائزة أيضا هو هدف الكل أعد له العدة وحسب لها الفحساب. وما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله الحمر اللي تغنى فيها الشعراء وقالوا فيها الكثير من القصائد، تغنى فيها محبيها اللي يرفضون بيعها وشراها. دائما الحمرة سبحان الله لها معزة وتقدير. يلا أنا طالبك حمرا هوى بالي لا روح الجيش طفاح جنايبها. ارتبطت الحمر طبعا بالذلول أكثر، لكن أيضا هي متواجدة عند الملاك، وهذه الحمر اللي تعرض الآن أمام لجنة التحكيم اللي نتمنى التوفيق للمالك مقعد ابن محمد ابن فهد الدوسري، وشواشات شايشة وطربانة، ونتمنى لها التوفيق وعسى السعد فالك يا مقعد ابن محمد ابن فهد الدوسري، وعسى السعد فالك يا شواشات. نتمنى لك التوفيق وخلونا نشوف هالعرض ونستمتع بجمالية العرض مع الشيلة المصاحبة. اشرب معك كرها وصافيها مثل سيلين يموج الارض
عدنا أعزائي المشاهدين، عدنا حضورا الكريم المتواجد معنا في المدرجات. شاهدنا منذ قليل عرض شواشات للمالك مقعد ابن محمد ابن فهد الدوسري اللي نتمنى له التوفيق على شفنا هالعرض الجميل اللي قدمنا شواشات أمام لجنة التحكيم، وبانتظار توسط المالك فهد ابن مشعان ابن صالح العتيبي اللي راح يصل إلى منصة العرض، واللي راح يتوسط ميدان العرض أمام لجنة التحكيم المشارك فهد ابن مشعان ابن صالح العتيبي. 234 المشعليات اللي حاضرة بقوة، المشعليات اللي جاية تنافس لتحقيق اللقب وتحقيق الجائزة، واللي نتمنى التوفيق للمالك فهد ابن مشعان ابن صالح العتيبي صاحب منقية المشعليات اللي راح تتجه أمام لجنة التحكيم، متجهة إلى اللجنة وناصية اللجنة، وتبي توري حلاها وتبي توري جماله وتبي توري هالزين اللي عنده، واللي نتمنى التوفيق للمالك فهد بن مشعان بن صالح العتيبي راعي المشعليات، والمشعليات تعرض أو تستعرض بزينة وبحلاه، وكل وحدة لحالها تمشي بخطاها وماشية على دربها، تقول الحلا والزين عندي بهالقافلة اللي تمشي هالبل فيها بهدوء بثقة. نتمنى التوفيق للمالك فهد ابن مشعان ابن صالح العتيبي، المشعليات اللي أغلب البل المشاركة دق وأكبرها سن ثنية وأصغرها حقة من سلالة الطوافح. سلالة الطوافح أحد السلالات المحببة ما شاء الله تبارك الرحمن، لا إله إلا الله على هذه المنقية اللي تعرض أمام لجنة التحكيم. في رصيد المنقية في المشعليات، رصيد منقية المشعليات، العديد من الجوائز. حصل على المركز الثامن في النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في فئة سيف الملك، وكذلك حصل على المركز الرابع في النسخة الثالثة من المهرجان في فئة سيف الملك، وهذه أول مشاركة للمشارك فهد ابن مشعان العتيبي في كأس النادي، واللي نتمنى له التوفيق ونقول عسى السعد فالك. ما قصرت، جبت الحلا وجبت الزين، اخترت ونقيت من حلالك ما هو أجود وما يستحق أن يعرض أمام لجنة التحكيم. ولا شك أنه لكل مالك تكتيكه، لكل مالك خطته، لكل مالك دبرته اللي هو متبعها أثناء المهرجانات، وما شاء الله تبارك الرحمن نشوف هالحلال اللي مقبل، حلال مقبل، حلال متجه الآن ويتجه أمام لجنة التحكيم، وما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. صور ولا أجمل لقطات ولا أروع فهد ابن مشعان ابن صالح العتيبي، اللي نقول أسعد الله صباحك يا فهد، ويلا حيا يا فهد يا راعي المشعليات، جبت الحلا والزين، نتمنى لك التوفيق ونقول عسى السعد فالك. ما قصرت يا فهد ابن مشعان ابن صالح العتيبي. نعود للمنقية اللي تعرض أمام لجنة التحكيم، كما ذكرنا أنه أغلب الإبل المشاركة هي دق وأكبرها سن ثنية وأصغرها حق، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله، البل وجهها قدام. ونتمنى التوفيق للمالك فهد ابن مشعان ابن صالح العتيبي. خلونا نستمتع بجمالية هالعرض مع الشيلة المصاحبة.
أعزائي المشاهدين، عدنا إلى العروض، عدنا إلى المنافسات الجميلة بين الملاك، وحنا نشوف ما شاء الله تبارك الرحمن أول أو نقطف ثمار هالمنافسة هذه من خلال هالتواجد للملاك. ما شاء الله منقية داخلة بقوة، ننتظر لحظة وصولها وتوسطها من ميدان العرض أمام لجنة التحكيم. شاهدنا منذ قليل عرض المشعليات اللي عرضت أمام لجنة التحكيم واللي اتجهت إلى المرحلة الثانية من مراحل التحكيم للمالك فهد ابن مشعان ابن صالح العتيبي، اللي نتمنى له التوفيق ونقول عسى السعد فالك يا فهد. الآن وصول المنقية وتوسطها من الميدان، مزيد ابن مطلق ابن راجح المطيري، المرجانيات اللي تعرض الآن أمام لجنة التحكيم. ما شاء الله تبارك الرحمن، لا إله إلا الله على هالدخول، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا التنظيم، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الجمال، ما شاء الله. البل هذه متعودة على المنافسات، متعودة على الدخول في ساحات العرض وفي ساحات الحلا والزين والمنافسة في الجمال. منقية مزيد ابن مطلق ابن راجح المطيري، المرجانيات اللي أكثرها جل، المرجانيات اللي فيها من بنات الهدب، هذه هي السلالة المعروفة، سلالة مزيد ابن مطلق ابن راجح المطيري، المرجانيات اللي تعرض الآن تتجه إلى تتعدى منصة التحكيم حسب الخطة المرسومة من قبل الأخوة المنظمين ومن قبل أعضاء لجنة الميدان لضمان تحكيم المنقية بشكل جيد، وجهود كبيرة يبذلها الأخوة في لجنة الميدان، الزميل محمد العرجاني وكافة الأخوة الزملاء اللي نوجه لهم تحية صباحية من خلال تواجدنا ومن خلال هذا النقل التلفزيوني على هالجهود اللي يبذلونها في تنظيم دخول الحلال ودخول هالمنقيات المتنافسة للعرض أمام لجنة التحكيم. ما شاء الله تبارك الرحمن، لا إله إلا الله على هالمنقية اللي أكثرها جل، جت وما نست حوارها ومعها حويرها ترعاه وترعى حويرها أمام هاللجان وتقول أنا الأم، وهنا تبدأ رسالة الأمة الحقيقية. ما شاء الله تبارك الرحمن،
لا إله إلا الله، خايفين عليه من البرد، مجللينه، اليوم الجو بارد، اليوم الجو بارد، واللي يبي الحلال بيهتم فيه وبأدق التفاصيل. اللي نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق ليها المالك مزيد ابن مطلق ابن راجح المطيري صاحب المرجانيات اللي تعرض الآن أمام لجنة التحكيم، أكثرها جل والمرجانيات سلالة المنقية اللي تعرض، وفيها من بنات الهدب السلالة المعروفة، السلالة الحقيقة اللي الكثير من الملاك يعجب بإنتاج الهدب وسلالة الهدب. حصل في النسخة الأولى على المركز الرابع فئات المية، وفي النسخة الثانية أيضا حصل على المركز الخامس، وفي النسخة الثالثة شارك وحصل على المركز السابع في كاس النادي الرابع، اتجه إلى الثامن هذا العام. ما ندري إلى أي المراكز راح يتجه المالك مزيد ابن مطلق ابن راجح المطيري صاحب المرجانيات اللي شارك ملاك الحمر في هالمنافسات، اللي شارك للحصول على جائزة كاس النادي، واللي نتمنى له التوفيق هو كل الملاك المتواجدين معنا في قاعة الملاك. جهود كبيرة تبذل من أجل إنجاح هذا المهرجان، هذا المهرجان الحلم اللي الكثير من الناس ينتظر هذا المهرجان. نشوف هالصفة ونشوف هالصور ونشوف هاللقطات والصور الحقيقة الجميلة جدا اللي يلتقطها الأخوة المصورين من خلال تواجدهم في ميدان العرض. تشاهدون طبعا الاهتمام بسلامة الحلال، وتشاهدون أيضا أنه المنظمين واللجان التنظيمية في مهرجان الملك عبد العزيز يبذلون جهود كبيرة لإنجاح هذا المهرجان اللي هو طبعا بإشراف من مباشر من سمو سيدي ولي العهد وتنظيم النادي الإبل على رأسه معالي الشيخ فهد ابن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل وكافة الأخوة العاملين في نادي الإبل. صناعة حقيقية للحدث، صناعة حقيقية أدت أو نقلت الإبل إلى عالم آخر، نقلت الإبل أن تكون مكون من مكونات الاقتصاد اللي راح يعتمد عليه الكثير، سواء كان الاقتصاد على المستوى الفردي أو حتى في مجال الاقتصاد الوطني، اللي نتمنى التوفيق لملاك الإبل، وإن شاء الله أنه المرحلة القادمة مرحلة جدا جدا جميلة ومبشرة للخير بالخير لملاك الإبل. وجاكم الخير يا عشاقة الناقة، جاكم الخير يا عشاقة الناقة. الآن ما شاء الله تبارك الرحمن نشوف هالاهتمام. فئة الحمر عزز مهرجان الملك عبد العزيز من تواجدها، عزز أيضا من حضورها في المهرجانات، خصصت لها جوائز لدعم هذه الفئة ولدعم ملاك الحمر تحديدا. وإن شاء الله راح نشاهد في السنوات القادمة تطور في مستوى الحمر، أيضا راح نشوف مشاركات ومنافسات قوية. وما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله، منقية المرجانيات اللي تعرض أمام لجنة التحكيم، واللي نتمنى التوفيق للمالك مزيد ابن مطلق ابن راجح المطيري، ونستمتع بجمالية هذا العرض مع الشيلة المصاحبة. Yeah.
زلنا معكم أعزائي المشاهدين، وما زلنا مع هذه العروض، هذه العروض وهذه المنافسات اللي يتنافس الملاك للحصول على جائزة مهرجان الملك عبد العزيز. هذه الجائزة اللي خصصت لإنتاج الحمر كأس النادي، شاهدنا منذ قليل المنقية المرجانيات اللي عرضت أمام لجنة التحكيم لمزيد ابن مطلق ابن راجح المطيري اللي أكثرها جل واللي اتجهت إلى المرحلة الثانية من مراحل التحكيم، واللي نتمنى لها التوفيق الآن بانتظار مالك آخر، مالك قادم بقوة، منقية من المنقيات المعروفة، صاحبها من الأسماء المعروفة ومن بنوك الإنتاج، من اللي لهم مساهمات واللي لهم منافسات من خلال تواجدهم في مهرجان الملك عبد العزيز. سعد ابن محمد ابن فلاح السبيعي ابن دهيمان السبيعي اللي شارك معنا في الخالديات، وجميع البل المشاركة دقوا ما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله على هذا الدخول، على هذا الدخول الجميل اللي حنا نشوفه لمنقية المالك سعد ابن محمد ابن فلاح السبيعي سعد ابن دهيمان، من الملاك المعروفين في رصيده العديد من الإنجازات وفي رصيده العديد من المشاركات، اللي نتمنى للمالك سعد ابن محمد ابن دهيمان السبيعي التوفيق هو جميع الملاك المتواجدين معنا في هذه المشاركات وفي هذه المنافسات، هذه المنافسات اللي تعتبر من أجمل وأرقى وأنقى المنافسات. مهرجاننا غير، مهرجاننا عالمي، نعود نعود بحذر، شعار نطلقه من هذا المهرجان التباعد التعقيم الكمامات، ثلاث أشياء مهمة جدا للوقاية من فيروس كورونا، كلها متوفرة وفروها الأخوان في اللجان التنظيمية لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل. تشاهدون أعزائي المشاهدين مرور الإبل أمام لجنة التحكيم وأعضاء لجنة التحكيم، اللي رغم الأجواء اللي اليوم نقول إن هي أجواء باردة وأجواء فيها هواء وفيها يعني الرياح شوي تكون سريعة إلى متوسطة، نشوف تواجدهم وواقفين الله يعطيهم العافية لتحكيم الحلال ولإعطاء كل ذي حق حقه وإرضاء الجميع. والرضا طبعا يتم تحقيق الرضا بتحقيق مبدأ العدالة من خلال تواجد هالحكام المعروفين بنزاهتهم واللي حققوا احترام أو كسبوا احترام الملك. سعد بن محمد ابن دهيمان السبيعي صاحب الخالديات اللي تعرض الآن أمام لجنة التحكيم واللي تعرض أمام جمهورها، واللي نتمنى التوفيق للخالديات اللي من سلالة بعيرين الأمير خالد بن فيصل والأمير سلطان بن سعود، حصل على المركز الثاني في النسخة الثالثة في كأس النادي تلاد الحمر، وحصل على المركز الثالث في النسخة الرابعة في كأس تلاد الحمر، وكان من الأسماء المنافسة بقوة للحصول على اللقب آنذاك. نتمنى التوفيق هذا العام، ما ندري وين يتجه وما ندري وش الخطة يا بن دهيمان وإلى أي المراكز تنتقل يا سعد ابن محمد السبيعي، اللي نتمنى لك التوفيق. جبت الزين وجبت الحلا وما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الصور الجميلة، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا العرض الجميل، هذه المنقية اللي تعرض أمام لجنة التحكيم. ويا بن دهيمان أسعد الله صباحك يا سعد ابن محمد السبيعي، هالسنة هذه إلى أي المراكز؟ ويلا حية ويا هلا وسهلا فيك في مهرجان الملك عبد العزيز، شاركت في أكثر من فئة ونتمنى لك التوفيق أنت وجميع الملاك المتواجدين معنا في هذه المنافسات، المنافسات الأرقى، المنافسات الأنقى، منافسة الملاك لتحقيق النوماس وتحقيق اللقب، اللقب الغالي وإضافة رصيد في رصيد المنقية. وما شاء الله تبارك الرحمن طلعت الحالها، طلعت الحالها ما شاء الله تبارك الرحمن، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ونقول بالتوفيق للجميع الخالديات، جميع البلة المشاركة من سلالة بعيرين الأمير خالد الفيصل والأمير سلطان ابن سعود، هذه هي الخالديات اللي تستعرض أمام لجنة التحكيم، ورت الجمهور حلاها واستقبلها جمهورها واتجهت إلى لجان التحكيم، وإن شاء الله بيعطونها درجتها اللي تستحق، واتجهت أيضا إلى الجمهور في المدرجات اليمنى، اللي نتمنى التوفيق للمالك سعد ابن محمد ابن فلاح السبيعي. الآن شاهدنا أربع منقيات
عرضت أمام لجنة التحكيم بانتظار المنقيات الأخرى. خلونا نستمتع بهالعرض ثم نتجه إلى المنقيات الأخرى اللي راح تتنافس من أجل الحصول على اللقب. معكم أعزائي المشاهدين، وما زالت هذه العروض تتوالى في هذا المهرجان الميدان الملكي، ميدان مهرجان الملك عبد العزيز اللي يشهد منافسات الملاك المتنافسين للحصول على الجائزة الغالية والحصول على اللقب. شاهدنا منذ قليل مرور أربع منقيات عرضت أمام لجنة التحكيم اللي نتمنى التوفيق للملاك اللي شاركوا معنا، والآن نتجه إلى مالك آخر سعيد ابن عايض ابن محمد الشهراني. الجلموديات اللي تعرض الآن أو اللي وصلت الآن وصلت، ونتمنى إن شاء الله أنها تتوسط من الميدان ونشوف هالجمال، نشوف هالحلى للحمر اللي تستعرض في هذا الصباح، واللي نتمنى التوفيق لكل الملاك المشاركين معنا في مهرجان الملك عبد العزيز. الحمر هذه الفئة اللي أصبحت من الفئات المحببة لجمهورها ولعشاقها، واللي أصبح لها منافسات ورصدت من أجلها جوائز وعزز تواجدها من خلال هالجوائز في مهرجان الملك عبد العزيز. توسطت الآن المنقية من ميدان العرض
أمام لجنة التحكيم، واللي نتمنى التوفيق للمالك سعيد بن عايض بن محمد الشهراني. الجلموديات اللي كلها دق، أكبرها سديس وأصغرها مفرودة، ونتمنى لها التوفيق، وإبلن مزيمة عند مالكها من السلالة التمامية، وهذه أول مشاركة له في هذه المسابقة وأول غيط قطرة. ويلا حية من الأسماء الجديدة القادمة للمنافسة، اسم جديد قادم بقوة للحضور وللمنافسات مع ملاك الحمر المتواجدين اللي يتنافسون لتحقيق اللقب، واللي نتمنى له التوفيق هو جميع الملاك المتواجدين في مهرجان الملك عبد العزيز الإبل. نشاهد هذا المرور، نشاهد هذا الاستعراض، استعراض الحلا والزين أمام لجان التحكيم، واللي نتمنى التوفيق لكل الملاك اللي يحدوهم الرجاء واللي يحدوهم الأمل. كل يريد أن يحقق الجائزة، كل كان في حساباته رقم وحاط الرقم في حساباته، لكن الأرقام بمجرد الدخول وبمجرد العرض أمام لجنة التحكيم تنتهي هذه الأرقام، ليبقى الرقم هو رقم لجنة التحكيم اللي يمنح للمشارك. ما شاء الله تبارك الرحمن، لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، لا إله إلا الله، على هذا العرض الجميل الهلمنقية اللي تعرض أمام لجنة التحكيم من الحمر الجلموديات اللي تعرض الآن، واللي الناس يشوفون جمال هالهلمنقية هالهلمنقية. نشوفهم الأخ الزميل محمد العرجاني من لجنة الميدان، الجهود الكبيرة اللي يبذلونها الأخوان في لجنة الميدان اللي صبحنا عليهم بالخير في بداية هذا اللقاء وفي بداية هذه الحلقة وفي بداية اليوم، والآن نصبح عليك بالخير يا محمد وما قصرتوا، والأرقام اللي أنتم تعطونا إياها تمهيدا أو ترتيب هالدخول، الترتيب الجميل اللي حنا نشوفه، نقول بالتوفيق لك وللأخوة الزملاء في لجنة الميدان على هالعمل الجليل اللي يقوموا فيه. من السادسة صباحا أو من الخامسة صباحا وهم واقفين في الميدان، هذا يدخلونه وهذا يطلعونه وهذا يحمونه ويحرسونه وهذا يجيبونه للتحكيم وذاك يودونه للمرحلة الثانية من مراحل التحكيم. يعني باختصار ما قصرتوا. نشاهد الآن الجلموديات اللي تعرض أمام لجنة التحكيم، واللي نتمنى التوفيق للمالك سعيد بن عايض بن محمد الشهراني اللي أول مشاركة له في مهرجان الملك عبد العزيز، واللي نبيها متبوعة يا سعيد غير مقطوعة. نبي إن شاء الله نشوفك في السنوات القادمة، وإن شاء الله نشوفك في كافة المنافسات، في منافسات مهرجان الملك عبد العزيز، منافسات التراث والأصالة، المنافسات الراقية والمنافسات النقية. نستمتع بجمالية العرض مع الشيلة المصاحبة. شاقة الناقة قوسكم ما خذاها غير
ما زلنا معكم أعزائي المشاهدين وما زلنا مع هذا الحضور الجميل، هذه المنافسات اللي تشهدها الصياهد، المنافسات بين ملاك الحمر. شاهدنا منذ قليل منقية سعيد ابن عايض ابن محمد الشهراني، الجلموديات اللي كلها دق واللي إن شاء الله اتجهت إلى المرحلة الثانية من مراحل التحكيم. نايف بن سعود ابن فلاح العجمي اللي شارك معنا هذا العام، اللي نتمنى له التوفيق ونشوف العسرات اللي تتوسط من منصة الملاك، من منصة التحكيم، والملاك الحقيقة يتابعون أيضا لجان التحكيم واقفين. نايف ابن سعود ابن فلاح العجمي، العسرات أكثرها دق تعرض الآن أمام لجنة التحكيم، وما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله على هذا الإنتاج اللي حنا نشوفه، اللي أكثرها دق كما ذكرنا منذ قليل البل الكبار بنات شريان، وأدق بنات الشيخ بعير عبد الله ابن مناحي ابن سويد، وهذه أول مشاركة له في جائزة الملك عبد العزيز واللي نتمنى له التوفيق. أول مشاركة في جائزة الملك عبد العزيز، وإن كان لديه إنجازات أخرى وحقق المركز الأول في إتلاد الحمر في دولة الكويت لعامين متتاليين، اللي نقول ما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله لنايف ابن سعود ابن فلاح العجمي صاحب الرقم 164 المتلقم، راعي العسرات اللي أكثر من قيته دق واللي نتمنى له التوفيق، وما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله. دخول جميل، دخول رائع، دخول يليق بالمنافسة، وحنا نشوف جمالية هالمنافسات بين ملاك هالإبل اللي يتنافسون في مهرجان الملك عبد العزيز لتحقيق الجائزة ولنيل هذه الجائزة المخصصة لإنتاج الحمر. وأسعد الله صباحك يا نايف يا بن سعود يا بن فلاح العجمي، ويلا حية العامين متتاليين في الكويت، وهذه أول مشاركة في الصياهد، ما ندري إلى أي الاتجاهات وأي الدرجات يا نايف، لكن نتمنى لك التوفيق أنت وكل الملاك المتواجدين معنا في هذا المهرجان الكل فائز. مهرجان الكل فائز، والزين فرض نفسه، والزين بياخذ رقمه، والحلب بياخذ درجته من خلال هالتواجد ومن خلال ما يقدمه الأخوة المحكمين وعطاء المحكمين في هذا الميدان اللي نتمنى لهم التوفيق. خلونا نشوف هالعرض ونستمتع بجمالية هذا العرض مع بعض. We'll be right back.
محمد اللي للصعيبات عشيق طلع حدود الشرق الأوسط نظيف وشبه الشعب السعودي عطوينك والله أحسن الصغار وجمالها في مهرجان البلغدان ابن قيام مكرمة والجائزة باسم الماء للعز ياسر العروبة والإسلام عليكم أحلام الجزيرة وأهلها أعزائي المشاهدين، عدنا حضورنا في المدرجات وعدنا على قلب العطايا اللهم فاخر ونوماس عز العرب وسومها وبرتها. شاهدنا منذ قليل عرض العسرات اللي عرضت أمام لجنة التحكيم، واللي نتمنى التوفيق للمالك نايف بن سعود بن فلاح العجمي واللي اتجهت المنقية إلى المرحلة الثانية من مراحل التحكيم اللي نتمنى له التوفيق. الطائلات قادمة بقوة، الطائلات ننتظر لحظة وصوله إلى وتوسطها من ميدان العرض، اللي نتمنى التوفيق للطائلات اللي تشارك واللي تعرض الآن أمام لجنة التحكيم. وصلت ما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله على هذا العرض اللي حنا نشوفه، على هذا الاستعداد الدخول بقوة الحماس للطائلات ملك ماجد ابن ناصر ابن غنيم السبيعي اللي يحمل المشاركة رقم 101. نشوف هالجمال، نشوف هالإبداع، نشوف هالرقي في اختيار هالفرديات وفي تدعيم هالإنتاج. الطائلات اللي متناسقن فيها دقها مع جلها، واللي نتمنى التوفيق للمالك ماجد ابن ناصر ابن غنيم السبيعي اللي جاب هالزين واللي جاب هالحلا واللي نشوف هالحلا وهالزين من خلال ما ترصده عدسات مصورينا ومن خلال هالتواجد الإعلامي وهالتغطية التلفزيونية اللي نشاهده اللي تشاهدونها الآن أعزائي المشاهدين. مالك المنقية ماجد ابن ناصر ابن غنيم، أسعد الله صباحك يا ماجد، ما قصرت يا راعي الطائلات، جبت الحلا وجبت الزين اللي عرض أمام لجنة التحكيم. في رصيد المنقية العديد من الإنجازات
وحاصل على المركز الأول 3 مرات في شوط المياه حمر، وكذلك حاصل على النخبة في أم رقيبة. إذن اسم كبير الطائلات اللي تشارك معنا في هذا المهرجان اللي تنافس للحصول على جائزة كاس النادي، واللي نتمنى التوفيق لمالكها ماجد ابن ناصر ابن غنيم السبيعي، رقم المشاركة 101، واللي كما ذكرنا انه البلمج يعني متناسقة بين الدق وبين الجل، وما شاء الله تبارك الرحمن لا اله الا الله على هذا العرض اللي نشوفه. سبق طبعا للطائلات انها هي شاركت في ام رقيبة وحصلت على المركز الاول 3 مرات في شوط المية حمر، وكذلك حاصلة على النخبة في أم رقيبة. جميع سلالات البل المشاركة رمانيات، والرمانيات من بنوك الإنتاج، من الحقيقة من يعني من البنوك اللي محببة لملاك الإبل في المملكة العربية السعودية. والرمانيات من السلالات اللي لها قيمة سوقية ومحققة أرقام عالية في المبيعات، ويحرص كثير من الملاك على اقتناء مثل هذه السلالة. ما شاء الله تبارك الرحمن هالمنقية اللي تعرض الآن. إذن ماجد بن ناصر ابن غنيم السبيعي صاحب الطائلات اللي عرض في هالمنقية، وهالمنقية اللي تعتبر الطائلات من المنقيات المعروفة اللي عندها إنجازات واللي في رصيدها مشاركات. نتمنى التوفيق للمشارك ماجد ابن ناصر ابن غنيم السبيعي، ونشوف هالمنقية ونشوف هالجمال، ونستعرض اللي تستعرض أمام لجنة التحكيم. خلونا نستمتع أعزائي المشاهدين حضورنا الكرام المتواجدين معنا في المدرجات، خلونا نستمتع بجمالية هذا العرض مع الشيلة المصاحبة. انفتح باب التنافس للجمل ومن حواره، مهرجان موحد الدولة ومفتكر رهينة، الملك عبد العزيز اللي عسى الفردوس داره، الملك عبد العزيز اللي عسى الفردوس
بين والنخلة وطنا وازدهاره من شموخ طويقنا يدوم الرسالة طرسنا يوصف اللي عن كثير الوصف يكفيه اختصاره عدنا أعزائي المشاهدين، حضورنا الكريم المتواجد معنا في المدرجات عدنا، وما زال هذا العرض، ما زالت هذه المنافسات في مهرجان موحد الدولة ومفتك الرهينة الملك عبد العزيز اللي عسى الفردوس داره. شاهدنا منذ قليل الطائلات اللي عرضت واستعرضت بجمالها وحلاها، واللي نتمنى التوفيق للمالك ماجد بن ناصر ابن غنيم السبيعي، واللي اتجهت إلى المرحلة الثانية من مراحل التحكيم، نتمنى له التوفيق الآن مع مشارك آخر، مع منافس يحدوه الأمل والرجاء للفوز وللحصول على الجائزة، جائزة كاس النادي. هذه الجائزة المخصصة للإنتاج للون الحمر، وبما لا شك فيه أن اللي راح يحصل على هذه الجائزة سيكون أفضل مزرعة إنتاج في العالم أو أكبر مزرعة إنتاج في العالم. سلمان بن سعد ابن سلمان السبيعي اللي يحمل المشاركة رقم 52، بنات طياحان المليحي، ما شاء الله تبارك الرحمن، لا إله إلا الله، أكثرها ومتساوية لكن أكثرها دق، يمكن يكون الدق شوي راجح الميزانة من خلال تواجدها ومن خلال هالمنقية اللي نشوفها تعرض في الميدان. صاهودي ورماني، والجل على الصاهودي والدق على الرماني، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، سلالتين جميلتين كلها تتواجد في هالمنقية اللي نتمنى التوفيق لمالكها سلمان ابن سعد ابن سلمان السبيعي، واللي نقول له أسعد الله صباحك يا سلمان وعسى الله يوفق. ما شاء الله تبارك الرحمن، تناغم صاهودي ورماني، الجل على سلالة والدق على سلالة، نتمنى لك التوفيق، ومشاركتك لا شك أنها هي من المشاركات المهمة جدا، وأنت الحقيقة وكل المشاركين في رصيدكم إنجازات ومحققين جوائز، وفي سجلاتكم الكثير من النواميس اللي أنتم حققتوها من خلال مشاركاتكم في مهرجان الملك عبد العزيز أو حتى في المهرجانات الخليجية الأخرى. سلمان بن سعد بن سلمان السبيعي بنات طياحان المليحي اللي تعرض أمام لجنة التحكيم اللي متساوية وأكثرها دق وصاهودية ورمانية، الجل على الصاهودي والدق على الرماني، حصل في النسخة الثانية المركز الرابع ثلاث كاس النادي، كما حصل في النسخة الثالثة على أيضا المركز الرابع وحافظ على المركز لموسمين، في النسخة الرابعة حصل على المركز الخامس، الآن في هالنسخة النسخة الخامسة ما ندري إلى أي المراكز وما ندري وين يتجه له طبعا، أو في رصيدها المنقية أيضا مشاركة أنه حاصل على المركز الأول في الموروث الشعبي في دولة الكويت في لون الحمر، واللي نقول عسى السعد فالك وعسى الله يبارك لك في حلالك، وما قصرت من خلال هالعرض ومن خلال هالحلال اللي انت عرضته أمام لجنة التحكيم، له مشاركات عديدة في أم رقيبة، وأيضا حصل على مراكز متقدمة متعددة الدرجات ومتعددة المراتب، نتمنى التوفيق للمشارك سلمان ابن سعد ابن سلمان السبيعي في بنات طياحان اللي تعرض أمام لجنة التحكيم، واللي الحقيقة نشوف هالعرض وجمالية هالعرض وهالتنظيم اللي نشوفه، يعني كل شيء مشاهد،
الكاميرات تصور، الحكام يشوفون عن قرب، الملاك يشاهدون المنافسين، الجمهور يشاهد المنقيات، يعني كل شيء يشاهد ويرى من مكان قريب، ونشوف هالتنظيم ونشوف هالاهتمام في أدق التفاصيل اهتموا فيها الإخوان المنظمين في مهرجان الملك عبد العزيز، اللي نوجه لهم الشكر وأيضا نوجه لهم التحية على ما يبذلونه من جهود مشكورة يبذلها الإخوان المتواجدين. أيضا الإخوان في قسم الإعداد يقومون بدور كبير ودور جميل جدا في جمع المعلومات وفي الإحصائيات اللي يعني إخراج الرسائل الإعلامية والتقارير الإعلامية اللي تخرج من هالمهرجان، ونشوف هال مواكبة القنوات الفضائية الإعلامية الشريكة معنا، اللي الحقيقة تؤدي دور كبير من خلال تواجد الإعلاميين ومشاركتهم في مهرجان الملك عبد العزيز. ما شاء الله تبارك الرحمن، لا إله إلا الله، هالمنقية اللي تعرض وهالمنافسات اللي احنا شاهدناها بين الحمر وجمال الحمر، اللي الحقيقة بدأ يلفت النظر وبدأ يلفت الانتباه الكل. الحقيقة صارت يعني الحمر من الألوان المحببة للملاك، وصارت تنافس الألوان التقليدية اللي كان يعشقها أبناء الجزيرة العربية وأبناء الخليج العربي. ما شاء الله تبارك الرحمن، لا إله إلا الله، على هذه الصور، على هذه العروض الجميلة، على هذه المنقية اللي تعرض أمام لجنة التحكيم، واللي نتمنى التوفيق للمالك. لجنة التحكيم لا تكتفي بمرور واحد أو اثنين أو ثلاثة، ومن ثم يتم الاتجاه إلى مرحلة ثانية من مراحل التحكيم يتم من خلالها الاطمئنان، ويتم من خلالها رصد الدرجة النهائية قبل الإعلان، وهذا كله لتحقيق العدالة ولتحقيق الرضا. طبعا مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، ذكرنا انه كثير من المخرجات اللي خرج فيها المهرجان واللي عزز فيها التواجد الاقتصادي، سواء كان في اقتصاديات الإبل او حتى في الاقتصاديات الاخرى المختلفة، عزز هالمهرجان طبعا من قيمة الاقتصاد، كما انه ايضا عزز من القيمة الثقافية والقيمة الأدبية، كون انه هالتراث هو جزء من الهوية الوطنية، وان الاهتمام بالتراث يعتبر احد المرتكزات المهمة في رؤية المملكة 2030 صاحب الرؤية. مهندس الإبداع والتغيير سيدي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، اللي جعل من الموروث والتراث هو جزء من الهوية الوطنية اللي لا يمكن التنازل عنه، وإقامة المنافسات وإقامة المشاركات هي لدعم هذا التوجه. إذا نعود إلى تراثنا ونعزز تواجده لدى الأبناء ولدى الناشئة. نعود بحذر حضورنا الكريم، المتواجدين، المشاركين، الملاك، يجب أن نعود بحذر للوقاية من هذه الآفة حتى تزول. كمام، تعقيم، تباعد، ثلاث أشياء مهمة، ونبي مهرجاننا غير، وتكفون نبي نكمل المهرجان. شاهد المنقية الآن اللي تتجه إلى قاعة الملاك وتتجه إلى جمهورها في المدرجات، واللي نتمنى التوفيق للمالك سلمان ابن سعد ابن سلمان السبيعي. عندي كلام وخاطري لك أقوله، ترى وش هالكلام؟ وش تبي تقول البل؟ وش هالرسالة اللي تنقلها لجمهورها والملاكها من خلال تواجدها في هذا المهرجان، ومن خلال تواجدها في هالميدان الملكي، هالميدان اللي أصبح وجهه واللي أصبح هدف. نشوف ما شاء الله هالمنقية اللي تعرض، ونشوف هالحلا، ونشوف هالزين، منقية سلمان ابن سعد ابن سلمان السبيعي، واللي نقول له ما قصرت، وخلونا نتابع بقية العرض. الله يعز الدين،
الشعب السعودي على طويق والله أحسن الصغار وجمالها في مهرجان البلغدان ابن قيام مكرمة والجائزة باسم الماء للعز ياسر العروبة والإسلام عليكم أحلام الجزيرة وأهلها عدنا حضورنا الكرام وعدنا الله يعز الدين ويعز سلمان. عدنا معكم أعزائي المشاهدين ومع هذا العرض الجميل ما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله ما شاء الله. قلب الشايشة قلب المتحمسة الحمر شايشة اليوم ومتحمسة تقول الحلاوة الزين عندي تقول عندي الحلاوة الزين ما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله. شاهدنا منذ قليل منقية سلمان ابن سعد ابن سلمان السبيعي اللي عرضت واللي اتجهت إلى المرحلة الثانية من مراحل التحكيم واللي نتمنى لها التوفيق. الآن نشوف الملكيات اللي وصلت أمام لجنة التحكيم عجلة سريعة شايشة. يعني هل عرض الجميل الواحد ما يدري وش يتكلم عنه الواحد ما يدري وش يقول. شايشة عجاب ابن عجير ابن سراج العتيبي صاحب الملكيات اللي يحمل المشاركة رقم 279 اللي نتمنى له التوفيق من خلال هالمشاركة نتمنى له التوفيق ونشوف هالتواجد لهذه المنقية هذه المنقية التي تعرض أمام لجنة التحكيم ونتمنى له التوفيق. منقية عجاب ابن عجير ابن سراج العتيبي الملكيات أكثرها دق وأكبرها جذعة وأصغر المنقية مفرودة ساسها من إبل الأمير سلطان ابن عبد العزيز وفحلها ولد موج بعير فراج ابن جفران السبيعي وطافحان بعير هلال ابن بجاد العتيبي ولد الهدب بعير الأمير سلطان ابن عبد العزيز. إذن المنقية معززة بأطيب الفحول ومعززة بأطيب الإنتاج وبأجمل الإنتاج من سلالات مختلفة. طفحان بعير هلال ابن بجاد ولد الهدب بعير الأمير سلطان ابن عبد العزيز ولد موج بعير فراج ابن جفران السبيعي حصل في النسخة الثانية على المركز التاسع واللي نتمنى له التوفيق هو كل الملاك المتواجدين الملاك المتنافسين لتحقيق الجائزة وللفوز بجائزة هذا الشوط جائزة كاس النادي المخصصة للون الحمر. ما شاء الله هاللقطات الجميلة هاللقطات الرائعة هالتتابع الجميل اللي احنا نشوفه. واسعد الله صباحك يا عجاب يا ابن عجير يا ابن سراج العتيبي يا راعي الملكيات جبت الحلا والزين عسى السعد فالك ونقول عسى الله يوفقك انت وكل الملاك المتواجدين معنا في مهرجان الملك عبد العزيز. ما شاء الله تبارك الرحمن لا اله الا الله اجمل الصور واحلاها والعرض بلا شك انه ساعات يكون العرض في الميدان يعطينا مؤشرات جدا جميله ويعطي العشاق هذا اللون والملاك من لما يتواجدون في المهرجان سبحان الله يزيد تعلقهم ويزيد حبهم
لهاللون وللون اللي هم يعشقونه. نشوف ما تزال المنقية تعرض أمام جمهورها ثم تتجه أيضا مرة ثانية أمام لجنة التحكيم اللي ينتظرونها في غدو ورواح، وينتظرونها الإبل اللي جاية تنافس للحصول على جائزة الشوط، أحد الجوائز في مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل. مهرجان الملك عبد العزيز اللي تعدى كونه تظاهرة تراثية كرنفالية إلى تظاهرة اقتصادية ثقافية تربوية، يعني كل شيء مهرجان الملك عبد العزيز أثناء تنظيمه لهذه الفعاليات ينطلق من عدة منطلقات مهمة جدا مدروسة مخطط لها بشكل جيد وبعناية جيدة. عجاب ابن عجير ابن سراج العتيبي صاحب الملكيات اللي تعرض الآن أمام لجنة التحكيم، واللي نتمنى التوفيق لمالك الملكيات المشارك معنا بالرقم 279 التوفيق، ونقول عسى السعد فارك وعسى الله يوفقك. ما قصرت، جبت الحلا وجبت الزين، وأكيد أنه كل يتمنى الفوز وكل يقول أني أنا ما قصرت وأنا ما تعبت، وأكيد ما قصرت ولا تعبت، لكن الأرقام محددة وصاحب المركز الأول إن شاء الله بيحقق المركز اللي هو يستحقه. خلونا نستمتع أعزائي المشاهدين بهالعرض وجمالية هالعرض مع الشيلة المصاحبة.
زلنا معكم أعزائي المشاهدين. حضورنا المتواجدين في المدرجات، شاهدنا منذ قليل عرض منقية عجاب بن عجير بن سراج العتيبي اللي اتجهت إلى المرحلة الثانية من مراحل التحكيم، واللي نتمنى التوفيق للمالكة الآن مع مشارك آخر، مع منافس من المنافسين اللي قدم يحدوه الأمل، ينتظر الرجاء أنه هو يحقق هالجائزة ويحقق الفوز في هالمهرجان مع منقية ملفي ابن طيحان ابن عبد الله السبيعي جبارات، اللي وصلت لجنة التحكيم واللي تعرض الآن أمام لجنة التحكيم تباهي بهالحلا وتباهي بهالزين وتباهي وتماري بهالجمال، اللي نتمنى التوفيق للمالك ملفي ابن طيحان ابن عبد الله السبيعي جبارات، جبارات اللي تستعرض الآن أمام لجنة التحكيم، واللي نتمنى التوفيق لمالكها دق، وهي طبعا سلالة ألبل المشاركة على رمان وعلى جمران، ما شاء الله تبارك الرحمن سلالتين جدا جميلات، سلالتين محببتين لملاك الإبل في المملكة العربية السعودية والخليج. على فئة كأس النادي للون الحمر نشاهد مشاركة ملفي ابن طيحان ابن عبد الله السبيعي جبارات دق، اللي تستعرض الآن أمام لجنة التحكيم، واللي نشوفها الجمال نشوفها الحلا نشوفها الزين، ما شاء الله تبارك الرحمن لهالمنقية اللي تعرض أمام لجنة التحكيم، واللي نتمنى التوفيق للمالك، ونقول أسعد الله صباحك يا ملفي ابن طيحان السبيعي. يلا حية، جبت جبارات وحطيت فيها سلالتين وتشارك وتنافس، ونتمنى لك التوفيق. طبعا المالك ملفي ابن طيحان ابن عبد الله السبيعي من الأسماء المعروفة، من الملاك المنافسين دائما في مهرجان الملك عبد العزيز. المنقية تضم المنقية الفردية جمرة اللي راح اللي تنافس في فردي الحمر جل هذا العام، واللي متوقع إن شاء الله لها مركز متقدم أثناء مشاركتها في هالمهرجان مهرجان الملك عبد العزيز. في النسخة الثانية حصل المالك ملفي ابن طيحان ابن عبد الله السبيعي على المركز الثاني، وفي الثالثة حصل على المركز الثالث، وفي الرابعة حصل على المركز الرابع. هذا العام ما ندري إلى أي الدرجات، وما ندري وين راح يتجه المالك ملفي ابن طيحان ابن عبد الله السبيعي. وتفرقت البل، تفرقت البل، تفرقت وقفت كل وحدة لحالها، كل وحدة لحالها، كل وحدة تقول تعالوا شوفوا عاينوا شوفوا الزين شوفوا الحلا راقبوا، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن معتادة على العرض ومعتادة على الميادين، اللي نتمنى التوفيق للمالك ملفي ابن طيحان ابن عبد الله السبيعي راعي جبارات، اللي اكثرها دق، وتعتبر يعني المنقية اللي احنا نشاهدها هي دق الاغلب، سلالة رمان وجمران، وحاصل على المركز الثاني في النسخة الثانية، وحاصل على المركز الثالث في الثالثة، وحاصل على المركز الرابع في الرابع. ما شاء الله على هذا العرض، ما شاء الله على هذا الجمال، ما شاء الله على هالإبداع، اللي نتمنى التوفيق للمالك ملفي ابن طيحان ابن عبد الله السبيعي، واللي تتجه الآن المنقية في غدو ورواح تعانق جمهوره وتعانق الملاك، وتقول شوفوا الحلا وشوفوا الزين، وخلونا نستمتع بهالمنقية وجمال هالعرض. المعبود ومحمد رسول الله اشعار ايتك اخطى معها الامن يسبح بيمينه لا يريح سبها الامن يمينه يسبح على بلف قلوبها الامه يهوي وزينه حبها ما يختلف رغم التطور والحضارة من غمها يعطي يا
سوى طرسنا يوصف النعم كثير الوصف يكفيها اختصارا عدنا أعزائي المشاهدين، عدنا حضورنا المتواجدين معنا في المدرجات، عدنا مع هذه المنافسات الجميلة وهذه المشاركات اللي شاهدناها لملاك الحمر اللي يتنافسون لتحقيق جائزة هذا الشوط. شاهدنا منذ قليل منقية ملفي ابن طيحان ابن عبد الله السبيعي اللي عرضت أمام لجنة التحكيم واللي اتجهت إلى المرحلة الثانية من مراحل التحكيم، واللي نتمنى لها التوفيق هو كل الملاك المتواجدين في هذه القاعة المتنافسين للحصول على اللقب وجنيهات الذهب. جنيهات الذهب اللي دخلت الآن، جنيهات الذهب اللي تتجه إلى لجنة التحكيم واللي بانتظارها أعضاء لجنة التحكيم. جنيهات الذهب العبد الله بن هادي بن ناصر الهاجري اللي نتمنى له التوفيق واللي يحمل المشاركة رقم 318، عبد الله بن هادي بن ناصر الهاجري. جنيهات الذهب اللي أكثرها ندق ما شاء الله تبارك الرحمن لا إله إلا الله أمام لجنة التحكيم، نقول حكم يا محكم، حكم يا محكم، وشاهد يا مشاهد، شوفوا هالزين، شوفوا هالحلا، شوفوا هالجمال. جنيهات الذهب اللي تستعرض الآن أمام لجنة التحكيم لعبد الله ابن هادي ابن ناصر الهاجري. جنيهات الذهب تعرض أمام لجنة التحكيم، أكبرها سديس وأصغرها مفروض رمانيات من بنات بعير المالك، يعني إنتاجه من حلاله من مراحة، نتمنى له التوفيق هو جميع المشاركين اللي شاركوا معنا في هذه المنافسة. نشوف هالجمال ونشوف هالحلا وعلى هاللقطات الجميلة اللي يختارونها الأخوان، وعلى ما نشاهده من جمال ومن حلا ومن زين، نبي نقول هالمالك عبد الله بن هادي أسعد الله صباحك يا راعي جنيهات الذهب، ما قصرت، جبت الحلا من الحلا، وعسى الله يكتب لك اللي فيه الخير
والتوفيق أنت والجميع. عبد الله بن هادي ابن ناصر الهاجري راعي جنيحة الذهب، أكبر أكثرها دق وأكبرها سديس وأصغرها مفروض. رمانيات بنات بعير المالك، إنتاج عند المالك، في النسخة الرابعة حصل على المركز التاسع في أحد منافسات مهرجان الملك عبد العزيز، وهذه أحد مشاركاته في شوط التلات اللي نتمنى له التوفيق. على جماليات الصور وعلى جماليات اللقطات اللي احنا نشوفها في هذا المهرجان، مهرجان الملك عبد العزيز الحقيقة يعني الواحد منا صار يطرب على هالجمال وعلى هالحلا. نشوف جمال ونشوف زين، والمنافسات بين الملاك أكيد إن هي منافسات راقية، منافسات نقية، رغم أنه الكل يتمنى أنه هو يحصل على الأول، ولكن ملاك الإبل يختلفون عن غيرهم، يختلفون جدا عن غيرهم. لما يأخذ الواحد منهم أو أحد منافسيهم الأول تجدهم كلهم ينتقلون أن هم يباركون له وأن هم يدعون له بالبركة، وما تجد عندهم هذاك يعني يقول لك ليش فلان أو وش اللي فوز فلان أو وش اللي حقق فلان، بالعكس تجدهم يتعاونون فيما بينهم، وكل يعطي أو يعير جاره أو يعير منافسه الفحل إذا كان الفحل اللي عنده فحل طيب أو إنتاج طيب، إذا علموا أن فيه ربيع أو فيه خضار أو فيه حياة تلقاهم يتصلون على بعض، مرباع عن الشمال، مرباع عن الجنوب، مرباع عن وسط، مرباع عن شرق، تجدهم كلهم يتعالمون ويتواصلون مع بعض. إذا مرت لهم مطية أو مرض لهم حلال تلقاهم يتعاونون في إعلاج مطاياهم وفي إعلاج حلالهم. هذه من القيم الجميلة اللي تعودنا عليها ومن القيم النبيلة اللي بثها الأخوة ملاك الإبل أثناء لقائنا معهم. عبد الله بن هادي بن ناصر الهاجري، الآن نشاهد البوابات الخارجية، نقلنا مخرجنا إلى البوابات الخارجية إلى اليوم دخول فئة الوضح اللي راح تتنافس على كأس النادي، واللي إن شاء الله راح تشوفون عرضها أمام لجنة التحكيم. الجهود كبيرة والحراك في المهرجان، في كل يوم لنا حراك، في كل يوم لنا عمل، في كل يوم لجميع المتواجدين عمل جليل يؤدونه لخدمة الملاك. ما تزال منقية عبد الله ابن هادي ابن ناصر الهاجري تستعرض أمام لجنة التحكيم، اللي نتمنى التوفيق للمالك عبد الله ابن هادي ابن ناصر الهاجري جنيحة الذهب. خلونا نستمتع بجمال العرض.
حدود الشرق لو صغت نضي وشبه الشعب السعودي على طويق والله أحسن الصغر وجمالها في مهرجان البلغدان ابن قيام مكرمه والجايزة باسم المام للعز ياسر العروبة والإسلام عليكم أحلام الجزيرة وأهلها مهرجان موحد الدولة ومفتكر رهينة الملك عبد العزيز اللي عسى الفردوس داره الملك عبد العزيز اللي عسى الفردوس داره عدنا أعزائي المشاهدين حضورنا الكريم المتواجد معنا في المدرجات عدنا لكم ومع مسك الختام مع آخر المنافسات وآخر المشاركات لهذا اليوم للحمر اللي تتنافس للحصول على كأس النادي. عدنا بهذه الصور الجميلة وبهذه اللقطات الجميلة اللي نقدر نقول صور يا مصور وسنب يا مسنب واليوم يوم من أيام الحمر تنافس فيها الملاك لتحقيق اللقب ولتحقيق الجائزة تحقيق الفوز بجائزة كأس النادي المخصصة للحمر. نشاهد بنات سنام
بنات سنام اللي دخلت واللي مرت في المرور الأول أمام لجنة التحكيم، اللي نشوفها الجمال واللي نشوفها الحلا اللي متساوية، أكثرها دق وأكبرها سديس وأصغرها حقة، بنات رمان اللي تستعرض الآن أمام لجنة التحكيم، واللي نتمنى التوفيق للمالك شويمان ابن فهد ابن شويمان الحربي، اللي نتمنى له التوفيق، واللي ما شاء الله الآن هو ختام مشاركات الحمر في هذا اليوم، اللي نتمنى التوفيق لكل ملاك الحمر اللي تنافسوا لتحقيق اللقب ولتحقيق الفوز بجائزة كأس النادي، هذه الجائزة المخصصة لفئة الحمر للإنتاج، واللي راح يفوز بالجائزة أكيد أنه هو بيعتبر أكبر مزرعة من مزارع الإنتاج في العالم. نشوف جمالية هالعرض ونشوف هالعرض الجميل اللي يعرض الآن منقية بنات سنام للمالك شويمان ابن فهد ابن شويمان الحربي بالمشاركة رقم 402. المشارك شويمان ابن فهد ابن شويمان الحربي شارك معنا في مهرجان الملك عبد العزيز في 3 نسخ وحقق المركز الرابع، ونبي نشوف شويمان ابن فهد اللي نقول اسعد الله صباحك يا شويمان ابن فهد، ما قصرت، جبت الحلوة الزين وعرضت امام لجنة التحكيم، في النسخة الاولى حصلت على المركز الرابع، وفي الثانية حصلت على المركز الخامس، وفي الثالثة المركز العاشر، الان في النسخة الخامسة إلى أي المراكز تتجه؟ وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق، ونقول عسى السعد فالك أنت وكل المشاركين معنا في مهرجان الملك عبد العزيز في رصيد المنقية عدد من الإنجازات، لها مشاركات عديدة في أم رقيبة وأخذت مراكز متقدمة في فئة 50، واللي نتمنى التوفيق لهالمالك ولمنقية بنات سنام ولكافة المنقيات اللي شاركت معنا في مهرجان الملك عبد العزيز واللي تشارك في مهرجان الملك عبد العزيز. لون الحمر هاللون اللي أصبح يعني من الألوان المحببة، واللي مهرجان الملك عبد العزيز عزز من تواجد هذا اللون. نشوف أعضاء لجنة التحكيم المتواجدين، نشوف ما شاء الله جمالية هالعرض، ونشوف انه رغم هالبرد ورغم هالاجواء الى انه ما عاقب عن استكمال مسيرتها في التباهي بالحلا وفي التباهي بالجمال، هذا الحلا والجمال وتحمل الابل للعوامل الجوية هو ما اعطاها ميزة خاصة. مهرجان الملك عبد العزيز اللي انعكاساته كلها جميلة وكلها تصب في مصلحة الحلال وفي مصلحة الملاك. جهود كبيرة بذلت وتبذلها حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين، في الرقي بالإنسان السعودي، في الرقي بالتراث السعودي، في الرقي بالموروث السعودي وتصديره إلى العالم، المملكة العربية السعودية أرض الحرمين التي تنعم بالأمن والأمان في ظل قيادتها، ونشوف هالمنافسات بين الملاك وهم يتمتعون بالأمن والأمان. المملكة العربية السعودية دعمت تأسيس المنظمة الدولية للإبل، أيضا دعمت دخول الإبليات ضمن الأيام العالمية 2024 عام الإبليات، هذا العام اللي ينتظره الجميع، وجاكم الخير يا عشاقة الناقة، تراثكم وموروثكم وكل ما يتعلق في إبلكم سيكون إرث عالمي وسيكون متواجد ومعروف لدى جميع العالم، ما شاء الله تبارك الرحمن ولا إله إلا الله على هذا الإنتاج اللي احنا نشوفه مسك الختام مع شويمان ابن فهد ابن شويمان الحربي. شاهدنا اليوم عروض جميلة، عروض تنافس ملاكها لنيل اللقب ولتحقيق الجائزة، 12 منقية شاركت معنا هذا اليوم وتنافست على الحصول على اللقب وعلى هذه الجائزة الغالية اللي في مهرجان الملك عبد